السلام الحبوبات، السلام الاخوان والاخوات، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ كلشي لاباس؟ اموركم مزيان؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي، امين. وكنتمنىكم تكونوا في احوال 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 زوينه ان شاء الله يا ربي، امين. المهم خوت، اليوم ثلاث ايام هذه ما حضرتش لكم لا فيديو لا حتى شي حاجه. كنت عيانه وكان خاسر لي التليفون، يعني تبلوكا ليا الواتساب الاول، جيت عاوتاني نصاوب الواتساب الثاني عاوتاني تبلوكا ليا هي هذيك، يعني ما قدرتش حتى مشيت وشريت النمره وهذه، وعاده باش فتحت البولموم على بوست ودرت نمره جديده باش نرضي الاخوان والاخوات والمتبعين ديالي، وعاده باش درت الواتساب، وعاده انا باش غدا ندير لكم واحد نقول للبنات والاخوات ديالي، لا كنتي خدامه ولا كنتي مزروبه ولا كان عندك الشغل وجاي كنضيف على غفله، يعني عندك الحل وعندك الطريقه باش دير لهم واحد التيكوتي، يعني ساهل ماهل، يعني غادا تقدري تبيت فيه، تقدري تمشي للسوبر مارشي كاع حالات لا ما قدرتيش تبريباري اي حاجه عندك في الدار، تمشي للسوبر مارشي غتاخذي كلشي موجود بالسلامه، كلشي موجود عندنا، كلشي بري، كلشي مقطع، كلشي محضر، ودير لهم واحد التيكوتي وهكا هذا كيجي زوين وكيجي رائع رائع بزاف البنات. المهم البنات كنخليكم مع المقادير والمكونات اللي غادي ندير في واحد بان بيلبو مدور، وعندي واحد بان بيلبو مربع عاوتاني غادي نوريكم، انتم غادي نوريكم ان شاء الله، وغادي تحضروا به شي وات هكا تحضروا بهذا بزاف على الشملة، ماشي تحضروا به هادشي راه كيجي غزال 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 بزاف. والمهم والراي كيبقى لكم نتوما، واي حاجه كتبقى لكم نتوما، الاختيار لكم نتوما ان شاء الله باش تقدروا ديروا لوليداتكم وديروا هذا على شنو. اما بالنسبه للبان بيلبو كنقطعوا انا على اربعه، غنوريكم الطريقه، كنقطعوا على اربعه باش يجيو زوينين هذوك سميتو عليه، باش غتعمريهم كيجيو محضرين وكيجيو زوينين حتى في المنظر حتى في التقديم كيجيو غزالين بزاف. المهم هذا هو البان بيلبو، ها هو كتشوفوا قطعته بهذه الطريقه هذه. المهم انا غادي نوريكم، غنشوف لي البلاطو غادي نوريكم، غنحضري بيت في جوج كباس دغيا هذه المكونات ديال الاعزاز، كيما صافي زعما اطراف اسهل ما يكون، وفي وقت زعما وقت قصير تقدري تكوني هذه المكونات. المهم البنات غادي نوريكم المكونات، غادي نحضر لكم هكا باش بلا ما ندير، نحضر لكم هكا وباش غتشوفوا معايا المكونات كاملين ان شاء الله، غادي تشوفوهم ها هما نتوما، خليكم مع المكونات. يمكن ما كيبانش لكم بزاف من بعد لاكام هكا تشوفوا انتوما. المهم هنا عندي الزيتون الاحمر في الزيت البلديه والثومه ها هو، هنا عندي هنا الجامبا والمايونيز والسولمون والطون والبيض محكوك ها هو، اما هنايا عندي الجامبا مشرمله، هي الجامبا مشرمله بالثومه والربيع والزيت البلديه، هنا عندي الزيتون خضر يعني توا بالثومه والزيت البلديه وشويه الملحه، هنا عندي السوغيس، عندي هنايا السوغيس والفلفل الحمراء باش نديكوري، هنا عندي سميت عليه الفرماج، هاد الفرماج مقطع بهذه الطريقه كيتباع بحال هكا البنات في السوبر مارشي، كيتباع بحال هكا مقطع يعني بحال البيض ديال السمان كي صغير ورقة الزيتون. اما بالنسبة للفرماج ها هو كتشوفو ومرتديلا هاديك الكاشير وداكشي ديال البوافو ديال البيبي، اما انا هاد البان بيمبو هذا المدور كيتباع بحال هكا البنات، ماشي غنكذب عليكم ونقول لكم انا حضرته هكا، لا شريته بحال هكا. وهاد البان بيمبو عاوتاني هذا قطعته هكا مربعات ولا اخر دوائر، المهم غتبقاو معايا تشوفوا الطريقه ديال استعمال ديال هذا الخبز. المهم اول حاجه البنات غندير هذا الزيتون هذا، غتشوفوا
نحضر معكم هاد الزيت. تقطع عليا التليفون نكمل معكم. تقطع عليا التليفون انتما كتشوفوا. بقى نزيد واحدة ثلاثة صافي ثلاثة يعني غادا نزيد الكون ديال الزيت الاخر عاد الزيت الاخضر ها هو كتشوفوا الزيت الاخضر عاوتاني غندير ليه كما كتشوفوا غادا ندير هذا الدائر هذا غنديرو عاوتاني بهذا الجنبة هذه فيها المايونيز فيها الجنبة فيها كل شيء فيها البيض المسلوق فيها الفرماج يعني كتكون زوينة كما كتشوفوا نزيد ليها هاد الشريحة هاكا ندير ليها هاكا هانتوما هانتوما كيفاش كتجي بحال هاكا هادي غادي ندير ليها الفلفل الحمرا هاكا هانتوما المربعين مع المربعين ومن التلتين مع التلتين هكا باش ما باش ما يديرش ليا كلشي نتوما كيجي زوين هكا المربع على شويه الاخوان والاخوات شوفوا هانتوما كيفاش جا هاد لي بلا جا راه رائع زوين وقدمت معاه جود اورانج هو قدمت معاه جود اورانج على حساب الضيوف ديالنا المهم هانتوما قدرت تقدم فكرات وان شاء الله كنتمنى هادشي يوصلكم وتستافدوا حتى نتوما وشكرا بزاف بزاف والى اللقاء في فيديو